مرحبا، صالح من مشرى جدور في منطقة ظهر العقدة في رام الله. بدنا نحكي شوي عن الكيكب. بعرف انه حكينا اكثر من مرة واكثر من فيديو عملنا على الكيكب، بس اليوم بدي افرجيكم كيف اغصان الكيكب بتصير لولبية بعد سنين معينة. زي ما انتم ملاحظين على هذا الغصن او هذا الغصن، واوضح واحد هذا الغصن هناك فوق مع الشمس، بتشوف كيف هو بصير لولبي مع مر السنين، بصير طبعا اكثر واحلى واجمل، وبتعطي فاكهة اكثر واكبر، وبتعطي ظل، وبتعطينا كمان اكسجين زي ما بنعرف. وعشان هيك لازم تربعنا على شجر الكيكب برية فلسطين.